لك لموضوع تاني يمكن يهم بعض الناس مهم. واعتقد الحقن اللي بتعطى للتخسيس لخفض الوزن، لان انا يعني كل ما امشي في اي مكان في مصر الناس بيسال على الحقن التخسيس اللي هي تتعطى مره كل اسبوع. احب اوضح بس كم نقطه مهمين جدا. هي في الحقن دي موجوده في السوق؟ موجوده غاليه جدا، لكن موجوده غاليه جدا ولا اسمها ولا اسمها يعني حقنه خدها عشان تخسس. تخس بتشد الشهيه بتاعتك، بتقفل الشهيه بس هي اساسا هي علاج للسكر. يعني هي علاج لمرض السكر اصلا. اصلا بتنبه البنكرياس يفرز انسولين، بتضاد هرمون تاني بيضاد الانسولين وما الى ذلك، فهي بتفيد مرض السكر. ووجد انها بتنزل الوزن بشكل جيد جدا. يعني بيصل يمكن 20% او اكثر من 20% عند بعض الناس. ده عن تجربه؟ لا، هو مرخص بيها في امريكا لخفض الوزن. كويس. بس باسم تاني وجرعه تانية. سعرها كام في امريكا دي؟ لا، هي اسعار امريكا غاليه جدا. انا عارف كام. لا، امريكا وهنا برضو بالاف. بالاف. يعني هي حقنه واحده ولا مجموعه حقن؟ كل اسبوع كورس يعني. كورس كورس كم اسبوع ممكن بقى تستمر عليه زي ما انت عايز؟ انت عايز ما تنزل، بس يوم ما هتوقف وزنك هيزيد. بس طول ما انت بتاخد بتاع لان قافلة شهيتك. كويس. انا بس عاوز انبه قول هي جيدة جدا، هتنزل وزن وهتحل مشاكل كتيرة. لكن كتير نسبة عالية جدا من خفض الوزن من العضلات. ودي في منتهى الخطورة، لان انت من سن 40 فيما فوق انت بتفقد 8% من عضلات جسمك كل 10 سنين اصلا. يعني ما بين سن 40 ل70 فقدت 24% من عضلاتك. بعد سن 70 بتفقد 15% من عضلات جسمك كل 10 سنين. يعني طول عمر الإنسان إذا عمره لغاية 70 40% من عضلات الجسم بتفقد. ودي مشكلة كبيرة، وفي مرضى السكر بالذات خفض العضلات ده مشكلة، لأن بيؤدي في النهاية لإيه؟ لأن بيبقى العضلات ضعيفة، قدرة العضلات والمجهود ضعيفة، كواليتي بتاعت اللايف بقت سيئه، مش قادر بتاع دخول المستشفى، الموت، الوفاه، الامراض، كل حاجه، ما بيقدرش حتى الشخص يقف من كرسي. لما بنعمل ريجيم عادي نسبه خفض العضلات او انخفاض العضلات من الجزء اللي خس لا يزيد عن 15-25%. كويس. ماكسيموم لو عمل رياضه يبقى في 15، لو ما عملش رياضه يبقى 25%، يعني كل 10 كيلو 2.5 بالكثير. الحقن دي 40% من خفض الوزن، 40% من العضلات. يا نهار ابيض. كويس. بتوصلك لمنطقه خطيره جدا. المشكله بقى ايه؟ ثلاث حاجات. لو فقدت العضلات مش عارف تجيبها تاني. خلاص، هي مره واحده ما بتتعوضش، لان انت بنيت العضلات دي بثلاث هرمونات. ايوه. الانسولين وهرمون النمو والهرمونات الذكريه والانثويه. وانت من سن 40 كل الهرمونات دي تحت. مظبوط. مش هتعرف تعوضها. مش هتعرف تعوضها. ادي واحد. دي اول حاجه. ثاني حاجة، نزول الوزن in general المخ بيقلل حرق السعرات الحرارية اللي هي في الوضع اللي احنا قاعدين فيه او انت نايم. مزبوط. انا مسميه بيزل ميتابوليك ريت. كويس. كويس. فبيقلله عشان يعوض انك تزيد. لو العضلات نزلت، ما العضلات دي هي مصدر حرق الطاقة. صح. يبقى كمان حرق الطاقة هينزل اكتر. مزبوط. طب هترجع تاكل نص اللي كنت بتاكله. يحصل ايه؟ على طول هترجع تزيد وزنك. ولو زاد هيزيد ايه؟ بدهون. بدهون. ما عادش عضلات. ما فيش عضلات. والحاجة التالتة اللي أنا قلت عليها اللي هي الوهن العام. طب يعني أنت بتنصح بالحقن دي؟ بشرط. لو حد خدها لازم يأكل نسبة بروتين عالية، ويعمل على الأقل 30 دقيقة رياضة بناء عضلات يوميا. 30 دقيقة يوميا. بناء عضلات. بالذات عضلات الفخذ. من قدامه ومن وراء وما الى ذلك، لان دي اكتر عضلات بيفقد الجسم فيها. الشائع الان في مصر اللي قاله دكتور اسامه دي واحده. لا ده مهم. الدواء ده موجود في مصر من ضمن الادويه الموجوده في العالم يعني. واللي قاله الدكتور اسامه وهو بلغني بيه من كام شهر خطير جدا. بس لاحظت بقى من غير بحوث انه مجموعه الاس جي ال بتعمل بعضها كده وبتخلي صحيح الوزن يقل شويه بس في العضلات مش في الدهون.
يبدو ان دي عايزه دراسه يعني كويسه قوي قوي على فترات طويله كده عشان ما نستعجلش دايما مع اي علاج. ما نستعجلش. طبعا في ادويه جايه في المستقبل، في حقن جايه في المستقبل، حقن بتقول ايه؟ بتقول هتتعاطى كل شهر حقنه كل شهر في الوريد في كل شهر، هتقلل الدهون وتحافظ على العضلات ويمكن العضلات تزيد. لا انت كده عملت لهم اعلان رسمي، هياخدوا الحته ديت ويقول لك الحقنه بتاعتنا هتعمل ده. يا ريت تقول كده. لا 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 حقنه ايه اللي ايوه النبي عشان خاطر دي لسه قدامها، وبعدين هتيجي بكلفه ضخمه جدا. بكلفه جدا. بس هي حقنه كل شهر. حقنه كل شهر. التكميم يا دكتور في وقته يعني احد العمليات الجراحيه اللي مساعده للسمنه، مفيش خطوره بس بشروط. لا بشروط. طبعا. وحاله بحاله سمنه مفرطه وفشل العلاج اللي هو اللي احنا بنستخدمه نصائح يعني، وصغر السن واستعداد للسكر. لا ده مهم جدا جدا. والتكميم بيكون اقلهم حتى يعني مضاعفات هو التكميم. بس ما هيش جرانتي او ضمان ان هيستمر خفض الوزن لمده طويله. لا ممكن يرجع تاني. يرجع تاني.